سؤالي ايش هو الشرف؟ ايش الشرف؟ ليش احنا دائما ليش احنا ملزقين الشرف بجسد المرأة؟ هذا ظلم، ظلم وقهر وحزن، كل حدا بسمع عنه بنقهر بتضايق. طبعا هاي الجريمة بتصير أكثر ضد المرأة، لأنه بنظر بعض العائلات إنه عملت إشي كان ضد المعايير اللي هم بتوقعوا منهم إنه المرأة تتصرف فيها. طبعا أكثر الحالات اللي بتم فيها القتل بداعي الشرف هي حالات بتكون البنت يا أما ضحية إشاعة، اغتصاب، مرات بتكون على علاقة، مرات بتكون حامل بطريقة غير شرعية، مرات بتترك البيت وبتطلع، مرات لفقدان العذرية، ومرات لأنها تقرر أن تتزوج شخص عكس ما أهلها بدهم، ومرات بتكون للميراث ولأمور مالية. بشهر 5 بال94 يعني قريت خبر صغير بجريدة باللغة العربية إنه واحد قتل أخته بالهاشمي والشرطة تحقق. كانت قصة كتير بتحزن طبعاً، لأنه البنت عمرها 16 سنة وكانت ضحية بجوز 5 أو 6 مرات بحياتها القصيرة. أول شيء أخوها حط لها منوم بالشاي، اغتصبها، هددها يقتلها اذا حكت لاهلها، اضطرت تحكي لاهلها انها صارت حامل، عملوا لها اجهاض سري، وحاول يقتلها ما ماتت، تجوزوها لواحد اكبر منها لانها بطلت عذراء. وبعد 6 أشهر هذا الشخص طلقها، واليوم اللي طلقها قرر اخوها الثاني يقتلها. وبعدين لما رحت احكي مع العيله شفت اعمامها لموها هي انه تم اغتصابها، وحده اخوها اغتصبها بصير الحق عليها كيف؟ ولما انا صرت بدي اناقشهم احاورهم يعني انه طب ليش هي تروح لاخوها، في 100 حدا بالشارع، صرت انا كمان انه صار يطلع علي انت شو جابك وليش لابسه هيك وشو بدك. في كمان قصه سرحان اللي قتل اخته، اللي قال لي انا لو يسجنوني للابد او يعدموني انا مش مع الاعدام، انه بركي اهلي ما كان دفعوني اعمل هاي العمله. يعني هدول هيك جمل بحسهم انه يعني شغلات بتوصف جرائم، شغلات كتير كتير يعني كانت أثرت فيه الصراحة. أنا لما كنت عم بكتب كتابي اللي هو هذا جريمة باسم الشرف، بميردر ان ذا نيم اوف اونر، بدي أعرف شو وين مصدرها هاي. فطبعا طلع الجرائم هاي مصدرها من أيام العصور القديمة، زي هلأ الرومانيين بيعتبروا المرأة ملك لأبوها، لما تتجوز بتصير ملك لزوجها، وممنوع هي تعمل إشي، وإذا عملت إشي بتنقتل، وجوزها بيقدر يروح يعمل اللي بده إياه، يعامل كبطل. بالعصور الوسطى بأوروبا وغيرها كانوا يعتبروا المرأة ساحرة، إذا كانت المرأة شوي ذكية وقد حالها بيعتبروها ساحرة، وإذا المرأة عملت شيء يعني بنظرهم لا أخلاقي كانت تقتل. فالفكرة إنه مش إنه إشي هو جديد علينا، بضلني أقول طب يعني أوكي اشتغلنا 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 ورفعنا الوعي ولسه بتصير الجرائم. طبعاً أنا يعني زي اللي بتمنى إشي هو عارف إنه هو يعني الجريمة لن تنتهي.